المصري الذي يرغب الكابتن طارق السكتوي في ضمه لصفوف فريقه ويبقى إضافة بالنسبة له من خلال متابعاتك يعني للكرة المصرية؟ صلاح صلاح أكيد أكيد، يعني لاعب يعني خرافي باش تلعب. خليني نقول لك بحكم واحد التجربة متواضعة بكل صراحة، ونتمنى من الله الناس اللي كيسمعوا أنهم ياخذوها بعين الاعتبار. بحكم واحد التجربة متواضعة في أعلى مستوى لمدة ما يقارب 15 سنة في الاحتراف، فيمكن عبر الشاشة كتبان الأشياء التي يقوم بها صلاح بأنها سهلة، ولكن خذها من عندي بكل عن 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 كل عن يقين بأنها أشياء ماشي من الصعب كتير باش كل لاعب يديرها، خصوصا أنها أشياء اللي تتكرر كل سنة وكل مقابلة. يعني ف باش يكون لاعب مصري وصل لهذاك المستوى فهذا شرف لكل مصري وشرف لكل عربي وشرف لي أنا كمغربي عربي. دي مشاعر طيبة جدا جدا. محمد صلاح إن كان مصريا فهو عربيا، الكل بيشرف بيه زي ما احنا سعداء جدا جدا بكل نجومنا العرب المغاربة وكل نجومنا العرب الجزائريين والتوانسة اللي بيتألق